لازم ياخذ بعين الاعتبار الامور اللي عم تحصل هلا في معبر رفح. العدوان الاسرائيلي انسحب من الشمال، من شمال القطاع، وانتقل كليا الى الجنوب. الجنوب اللي هو معبر رفح فيه 1.5 مليون فلسطيني، اكبر تجمع فلسطينيين في العالم. علي علي عليها، علي علي عليها، العون اللي بده يلويها. قاعد لك في حواريها. عمل إسرائيل عملته اللي يندرج تحت الجينوسايد كونفنشن، وإيش صار؟ أعطوهم مهلة شهر ليستمروا في الإبادة. ولكن ما بننسى فضل جنوب أفريقيا، فأكبر تحية لجنوب أفريقيا.